بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصل إلى مصر لمقابلة فخامة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي، وكما لقبه شعبه عزيز مصر. كل اللي قاله صح، وكل اللي قاله طلع صح. معانا على التليفون الدكتور إكرام بدر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور إكرام. أهلا بيك أستاذ يوسف، وأهلا بك. زي الصحة، كله تمام؟ الحمد لله. طيب، كنا بنتكلم على أنه هناك تطور إيجابي ملحوظ للغاية، ويصل إلى أنه قد نصفه بتطور جذري في العلاقات المصرية التركية ما بين القاهرة وما بين أنقرة خلال يعني شهور ماضية تمتد لقرابة العام أو أقل قليلا يزيد قليلا. نصل إلى زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة غدا إن شاء الله. كيف ترى تطور العلاقات المصرية التركية من جهة، وكيف ترى هذه الزيارة وتوقيت الزيارة، وهو أيضا توقيت شديد الحرج فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الصهيوني؟ بالتأكيد يعني هي زيارة هامة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، وهيقابل السيد الرئيس. يعني أنا عاوز أقول إن في الفترة الأخيرة، نقول مثلا في الأشهر الأخيرة، حدثت تطورات إيجابية في العلاقات المصرية التركية وصولا إلى هذه الزيارة المرتقبة غدا. أنا عاوز أقول إن الدولتين مصر وتركيا بتربط بينهم عوامل مشتركة، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الحضاري أو على المستوى الديني. وبدأت يعني كان في فترة يمكن نقول نسميها برود في العلاقات لفترة، ثم بدأت العلاقات تأخذ مجراها الإيجابي في الأشهر الأخيرة. الزيارة المرتقبة غدا للرئيس التركي إلى القاهرة لها أهمية الحقيقة، سواء من حيث القضايا المتصور والمتوقع بحثها بين الرئيسين، أو أيضا من حيث التوقيت الذي تتم فيه الزيارة. وبالتالي متصور أن تكون هناك بحث، أن يكون في بحث للعلاقات الثنائية بين الدولتين وطرق تنميتها وفي مختلف المجالات الاقتصادية، مشروعات المشتركة، السياحة، التجارة، إضافة بالتأكيد إلى التوافق وتقريب وجهات النظر في القضايا السياسية المختلفة في الإقليم، وخصوصا أن مصر وتركيا كلاهما دولة إقليمية مؤثرة في المنطقة التي تتواجد فيها. الزيارة بتأتي في وقت الحقيقة بتتزن فيه المنطقة بتطورات وتداعيات خطيرة، وبالذات يعني في ملفات إقليمية متعددة. يعني ممكن نتكلم عن الملف السوداني، عن الصومال، عن سوريا والعراق، وبالذات بعد الضربات الأمريكية الأخيرة، إضافة إلى الموقف في البحر الأحمر. نشوفنا التعقيدات التي حدثت في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، وده بيأثر الحقيقة ليس فقط على دول المنطقة فقط، وإنما يؤثر أيضا على التجارة الدولية. شفنا أيضا في توتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية الحقيقة في الفترات الأخيرة، والبعض بيصف ما يحدث أنه حرب بوكالة أو حرب من خلال الوسطاء. إضافة وأخطر هذه القضايا من وجهة نظري هو استمرارية العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وعدم انصياع إسرائيل لقرارات المحكمة، محكمة العدل الدولية، وإن أعداد الشهداء الفلسطينيين والجرحى بتتزايد. أنا مش عاوز أقول يوم بعد يوم، وإنما أيضا تتزايد بين ساعة وأخرى. وخصوصا يعني أخطر ما في الموضوع التهديد الإسرائيلي مؤخرا بالاجتياح البري لرفح الفلسطيني، وده يعني يمكن أن يمثل، إذا حدث يمكن أن يمثل تداعيات خطيرة على المنطقة وتكون له نتائج وخيمة. مصر أعلنت وبطريقة صحيحة يعني فيها منتهى الوضوح والصراحة أن مصر تقف ضد تصفية القضية الفلسطينية،
وتقف ضد تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان آخر. ومصر بتعمل دائما في سياستها بالنسبة للقضية الفلسطينية وفي الأزمة الأخيرة على ضرورة التوصل إلى إيقاف إطلاق النار وإلى تبادل للأسرى واستمرارية إنفاذ المساعدات الإنسانية. ومصر أيضا بتتحرك في هذا الإطار وبتدعو الدول المختلفة والدول المؤثرة في سواء في المنطقة أو في العالم إلى أن تعمل لتحقيق هذا الهدف ولحماية المنطقة من تداعيات خطيرة يمكن أن تؤثر طيب عليها. ده يخليني يا دكتور أسأل على أنه أي دول في العالم أو كل دول العالم بينها وما بين بعضها البعض بالتأكيد تباينات في وجهات نظر، ولكن أيضا هناك دول بتبقى لديها قضايا مشتركة، وزي ما حضرتك ذكرت في هناك الكثير من القضايا السياسية المشتركة ما بين القاهرة وأنقرة. وأنا بتكلم على تحديدا القضية الفلسطينية أو قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة، إلى أي مدى زيارة الغد قد تؤثر على الصراع القائم على الأراضي العربية الفلسطينية؟ احنا لدينا موقف تركي الحقيقة واضح، وعندنا موقف مصري واضح وفاعل، وفي نفس الوقت الرئيس التركي جاي القاهرة. يعني هل سوف يتم التوافق على شيء ما، تحضير شيء ما؟ هل ده من شأنه انه يضغط على تل أبيب بشكل او بآخر؟ بالتأكيد يعني الزيارة المرتقبة للرئيس التركي بنتوقع فيها أن يتم التوافق وأن يتم فيها تفاهمات على عديد من القضايا وأهمها التطورات التي تحدث في غزة والهجمة الوحشية ضد الأشقاء الفلسطينيين. متصور أيضا أن هذا اللقاء يمكن أن يسهم في إقناع يعني عديد من دول العالم وبالذات الدول المؤثرة، الدول الأكثر تأثيرا سواء كانت الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، إقناع هذه الدول بخطورة ترك الأوضاع على ما هي عليه وبضرورة التدخل لإيقاف هذه الهجمة الشرسة من جانب إسرائيل، وخصوصا وكما شاهدنا في الفترات الأخيرة أن الكل أصبح عرضة للنتائج السلبية. يعني احنا لما بنتكلم على البحر الاحمر وما يحدث فيه، طب ما هو ده ايضا من تداعيات القضيه الفلسطينيه ومن تداعيات الهجمه الوحشيه الاسرائيليه في غزه. اذا هذا العامل يمثل عنصر ضغط ايضا على الدول المختلفه، لان الملاحه البحريه اصبحت مهدده، التجاره الدوليه اصبحت مهدده، في سلبيات بتتحملها التجاره الدوليه. اذا ده في حد ذاته عامل ضغط، إضافة إلى أن اللقاء بين دولتين مؤثرتين في المنطقة وفي الإقليم وتوافقهم على وجهات نظر معينة يمكن أيضا أن يمثل أثر إيجابي على الدول الأخرى التي تؤيد إسرائيل، ويمكن أن يدفع هذه الدول إلى الضغط على إسرائيل. وأنا دايما بأكد أن إسرائيل ما كانت تستطيع أن تقوم بما تقوم به وبما تصديها للقرارات الدولية والشرعية الدولية ولقرارات محكمة العدل الدولية ما كانت تستطيع أن تقوم بكل ذلك وأن تستمر في هذه الأعمال اللي بتسميها جرائم ضد الإنسانية لولا ما تلقاه من دعم من بعض الأطراف المؤثرة. صحيح. هي دي النقطة التي يمكن التركيز عليها ويمكن أن تدفع بها المفاوضات أو اللقاء بين الدولتين وللتأثير الإيجابي على مواقف الدول الأخرى. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.